مدرسة مصر حضور في مصر الجديدة. انا بص وانا صغير كنت في مدرسة الموهوبين الرياضية، مدرستي اسمها المدرسة الحديثة، شبرا حديثة للاعدادية ورود الفرج الثانوية. كان يوم صعب بالنسبة لي، عيطت كتير جدا، بس بعد كده لا يعني تاني يوم كان امور حلوة جدا والمدرسة كانت احسن حاجة. كان معايا اخويا الكبير يعني فضل يهديني ويعني يقول لي ان دي حاجة كويسة وكنتش فاهم حاجة يعني. فاكر طب عمال اعيط وعمال اعيط وانا رايح، وامي وهي بقى بتديني الناس في المدرسه عمال ماسك فيها وعضيت الست المدرسه. دلوقتي بقى يسمحوا للام ان هي تقعد معاه اول تو كلاسز عشان ياخد بقى على البتاع، فرافير دلوقتي يعني. عندي بنت عملت نفس اللي انا عملته بالظبط، يعني السيناريو اول يوم ليا هو السيناريو اول يوم ليها بالظبط، كل حاجه عيطت وانا كنت موجود معاها، بس بعد كده يعني بقت الامور كويسه يعني. هو لسه تاليا كانت لسه اول سنه ليها بالنسبه لها السنه اللي فاتت، لسه يونس ما دخلش المدرسه. طبعا كنت مبسوط جدا طبعا اول يوم ليها في المدرسه، وان هي خلاص تحس انها كبرت، فكان يوم بالنسبه لي مبسوط قوي وفخور بيها، واتمنى يا رب ان هي تطلع حاجه كويسه كده ان شاء الله. بالنسبه لي المدرسه وقفت عند يعني ثالثه اعدادي، كانت هي اكتر يعني ده اكتر وقت كنت بركز فيه في المدرسه. بعد كده اتجهت للكوره شويه فالتركيز قل شويه، بس الحمد لله يعني مشيت كويس بعدها، بس ما كانش بالتركيز اللي كان موجود قبل كده يعني. من اول اولى ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي كنت على طول من اوائل المدرسه، وكان زمان كان بيبقى فيه زي اوائل المناطق التعليميه والحاجات دي، كنت على طول بطلع على مدرستي وبطلع على منطقه مصر الجديده، كنت على طول باخد جوائز فيها يعني. بس بعد يعني بدايه ثالثه اعدادي يعني شويه الامور بدات تقل شويه عشان التركيز منتخبات وحاجات كده. والله كنت شاطر لغايه الاعداديه، انا في اعداديه جايب 94% يعني، كنت بعرف ان انا ازاي احفظ وان انا بتاع، كنت بتاع بقى. طبعا بقى لما دخلنا في المنتخبات الناشئين ومعسكرات طويله وبتاع ابتدى الليفل ان هو يقل. ما كنتش يعني بحب المذاكره قوي في المدرسه بالذات وانا في الابتدائي. لا ما كنتش بذاكر طبعا، كنت من كل اهتمامي بالكوره حتى وانا صغير، ويعني كانت دماغي حلو يعني في المذاكره بس ما كنتش بحبها. جبنا بيضة، ما كنتش يعني اكون بالك برضو مش من هوايات الاكل قوي في المدرسه، ما كنتش من هوايات الاكل قوي، كنت بحب اجيب اكل بعد المدرسه، كنت بعد المدرسه بحوش مصروفي واروح اجيب اكل بعد المدرسه، كنت احوش الاسبوع كله، اخر الاسبوع بجيب حاجه حلوه، بجيب حاجه انا نفسي فيها طول الاسبوع، بس بقيت الاسبوع يعني بحوش يعني ان انا بشتري حاجه وانا مروح. كنت محظوظ جدا ان ابويا كان مدير عام ويمبي في مصر ايام ويمبي ده، ما كان ويمبي ده كان بتاع، لان ويمبي ده اصلا كان بتاع جوز عمتي الله يرحمه يعني. كنت بروح المدرسه بسندوتشات ويمبي، تخيل كنت بروح بسندوتشات المدرسه بسندوتشات برجر بالبيض، وكان ابويا وهو جاي بالليل من الشغل بيجيب لنا سندوتشات برجر. كان زمان امي برده زمان كانت تعمل لي سندوتشات موز طعمه وحش بس كنت باكله. بس كنت بروح نادي الزمالك وانا عندي 9 سنين، معايا ساندوتشين برجر ويمبي. بالنسبه للعيال في نادي الزمالك طبعا اللي جايب ساندوتش ويمبي ده كان شعري ناعم بقى كده وبتاع، فكان ايه بالنسبه لهم ايه الفرفور اللي جاي بتاع، بس من اول يوم اكتشفوا ان هو مش فرفور. لا كنت مشاغب، ما كنتش بسكت يعني، ما كنتش ساكت يعني على طول، كنت كان على طول مدرسين طلعوني يوقفوني على الفصل بقى وانا صغير عشان اعمل كنترول على الناس وبتاع، عشان هم كمان ما يعملش مشاكل، انت لما عندك حد ممكن يعمل لك مشاكل فبتطلعه يوقف على الفصل بتاعك عشان ما يعملش مشاكل يعني. لا عملت حاجات كتير يعني. انا يعني اتفصلت من المدرسه لا اقل عن 7-8 مرات. والله دلوقتي بضحك لما يكلموني على عيالي في المدرسه وبتاع بضحك، ياما ابويا وامي راحوا لي المدرسه استدعوا ولي الامر ده يعني ياما. حبيت واحده في اولى ابتدائي، لا ما ست تلاقيها متجوزه دلوقتي، ما ينفعش. هادي جدا عادي جدا، انا ما كنتش زي ما قلت لك ان انا مش كنتش مركز خالص في التعليم، كنت اهم حاجه ان المدرسه تاخد عشان اروح العب كوره، كان دماغي في الكوره بس اكيد يعني ما واحنا صغيرين كله كان الموضوع دوت، بس كنت بتكسف عاكس يعني. بحب الرياضيات جدا وكنت بكره الدراسات الاجتماعيه جدا جدا. اكتر ماده كنت بحبها الجغرافيا، كنت شاطر جدا في الجغرافيا لان فيها حفظ كتير، بعرف احفظ بسهوله. اكتر ماده كنت بكرهها البيولوجي، كنتش بفهم فيها حاجه خالص. انا بكره الفيزياء جدا، الفيزياء ديت ما بحبهاش خالص، وهي اللي حولتني من
كنت داخل علم الثانوي وهي حولتني من علم الادب. انا دخلت جبت 9 من 50 فلسفه كانت صعبه جدا ماليش فيها. بعد ثالثه اعدادي بطلني شويه في المدرسه او في ان انا ابقى من الناس اللي شاطره وكده هي الكوره. كنت على طول الصبح اروح العب كوره في المدرسه، اخلص يومي اروح العب كوره بعد المدرسه، لو عندي تمرين اروح العب كوره بعد في التمرين، بعد التمرين حاجات برضو معطلتني في ان انا ابقى اذاكر كويس وكده. انا كنت بخلص تمرين واقعد في النادي مثلا العب كوره، يعني كنا بنفضل يعني تمرين الساعه 4 ممكن افضل لغايه الساعه 8 9 بالليل العب كوره. فهي الكوره كانت كل حاجه يعني. انا فاكر امي راحت لي المدرسه وانا في اولى ثانوي، كانوا برضو حصلت مشكله وبتاع، وراحت اتكلمت مع المدرسه بتاعه الفصل وقالت لها انا عمري ما شفته، انا شفته مره واحده. يعني لا ما يعني مثلا لا لما كنت بروح كنت بلتزم في المدرسه، لما كنت بروح كنت بزبط اروح العب. كان عندنا في شبرا نادي اسكو، كنت بروح على طول هناك العب كوره مع زمايلي، وكان في ملعب كده ارض كده صغيره كانت جنب المدرسه، كنا بطلع من المدرسه اروح العب انا وزمايلي. في حاجات احنا كنا بنعملها واحنا صغيرين لما تعملها وانت لما بتحصل معاك وانت كبير بتقعد تقول يعني يا ريتني عملتها وانا صغير عشان ما اقعش في الموقف ده. يعني ما عندهمش على فكره الاوبشن ده ان هم يكتبوا الناس، يعني خلي بالك يعني حته المدرسه ان هم يقدروا يطلعوا. احنا زمان كنا ننط من السور وبتاع، دلوقتي خلي بالك ما فيش عيل صغير يقدر ينط من السور وبتاع، مفيش كلام ده. ابني جت من المدرسه مش عارف ارجعه المدرسه، يعني اقول له ما كنتش تاني، هو اكيد مش هعرف، بس لو عرفت لا هعاقبه. يعني مدرس لغه انجليزيه اسمه محمد السماك، الراجل ده كان ظريف جدا وراجل من الناس اللي انا بحبها جدا. كان عندي كمان مدرس اسمه امين عمار ده ما كانش مدرس، كان مدير شؤون الطلبه في المدرسه، والراجل كان بيحبني جدا. والراجل ده وانا في اولى اعدادي قال لي انت هتبقى لعيب كبير قوي في مصر. كان في عندنا مدرسه اسمها فوزيه وصفاء، اثنين كانوا بتوع مزيكا، كانوا بتوع مدرسين موسيقى، وانا كنت بحب المزيكا جدا من وانا صغير، وليهم فضل كبير جدا عليا ان هم علموني العب بيانو وعلموني العب مندولين واكورديون وبلعب شويه درامز صغيرين، ولغايه دلوقتي الحاجات دي موجوده معايا، بحب المزيكا جدا.